في شارع قدور الورطاسي بوجدة قلة من الناس كانوا يعرفون المدني بن عامر، أغلب الذين يعرفونه من سكان المدينة العتيقة حيث ولد وأمضى العقدين الأولين من حياته قبل أن يهاجر إلى فرنسا في العام 69-900 وألف. وقد حرص كما يفعل مهاجرون كثيرون على أن يبني منزلا في مدينته وجدة، ولأن المدني لم يرزق الولد فإن من أقربائه ومعارفه من تساءلوا وقتها عن الجدوى من أن يبني منزلا في وجدة، ثم إنهم كفوا ألسنتهم لما قام بنيان منزله ذاك في شارع قدور الورطاسي. ولما اكتمل وتم تجهيز المنزل وتأثيثه وقد استغرق ذلك بضع سنين، أقام وليمة دعا إليها أقرباءه وأصدقاءه، نساءهم ورجالهم وأطفالهم، كما دعا الجيران الأقربين وثلة من حفظة القرآن الكريم. كان ذلك في صيف العام 87-900 وألف. صدحت الحناجر بترتيل القرآن الكريم وتلاوة الأذكار، واختتمت تلك الليلة قبيل مطلع الفجر بصالح الدعاء للمدني وأهله. بعد بضعة أيام شد رفقة زوجته مليكة الرحال عائدين إلى مدينة بوردو حيث يقيمان. لاحظ الجيران أن أحدهم كان يأتي إلى المنزل من حين إلى آخر يتفقده، وظنوا أنه من معارف المدني بن عامر وأنه أوكل إليه شؤون ذلك المنزل كدفع فاتورات الماء والكهرباء وما شابه ذلك. وكان شائعا زمنئذ أن يكلف أحد المهاجرين من معارفه من يرعى له مصالحه إن في الإدارة، وخاصة ما يتعلق بالسكن. كثيرون من بين المهاجرين الأوائل كانوا يعتبرون كراء منازلهم مغامرة ويفضلون الإبقاء عليها مغلقة. بعد تلك الوليمة الفخمة لم يأتي المدني إلى وجدة سنتين متتاليتين، واستمر ذاك الذي حسبه الناس من أقاربه يتردد على ذلك المنزل، وشهد مرات يرافقه شخص أو اثنين، بل إنه صار يمضي هناك ليلة أو ليلتين من وقت إلى آخر. ولأنه لم يكن فيما يقوم به ما يزعج فإن الجيران صرفوا نظرهم عنه. الذين رأوه عن قرب قدروا أنه كان في مستهل العقد الرابع من عمره، لا أحد كان يعرف اسمه ولا طبيعة علاقته بالمدني. كان يأتي إلى ذلك المنزل في أوقات تخف فيه الحركة في شارع قدور الورطاسي وتكون في مستوياتها الأدنى. كان يأتي ظهيرة أيام الأحد أو في ساعات متأخرة من الليل، وقد يكون ذلك ما حال دون نشوء علاقة ما بينه وجيران المدني بن عامر. في صيف العام 89-900 وألف، ذات فجر من بدايات يوليوز، وصل المدني وزوجته. أدخل سيارته المحملة بمتاع كثير إلى المرآب وأقفل الباب، وفضل ألا ينزل ما تحمله سيارته إلا بعد أن ينال قسطا من الراحة. لم يستيقظ إلا عصرا، وأمضي ما بقي من النهار في ترتيب الشقة التي نزل بها. كان في برنامج عطلته لتلك السنة أن يمضي مع زوجته بضعة أيام في السعيدية يستمتعان بالبحر. في اليوم التالي خرج للتسوق، وقتها فقط التقى بعض الجيران. ولما انقضى الأسبوع الأول على وصوله فوجئ صباح ذات يوم بمن يقرع جرس منزله قرعا متواصلا أفزعه. لما أجاب جاءه صوت يخبره بأنه من الشرطة وأن عليه أن يفتح الباب. التفت إلى زوجته مليكة وقد بدا مستغربا، قال لها إنها الشرطة. ارتدى عباءته ونزل السلم. لما فتح الباب وجد رجل شرطة ومعه امرأة تحمل رضيعا. التفت الشرطي إلى المرأة الواقفة خلفه وسألها: هل هو هذا؟ لا، ردت المرأة، ولكنه ابنه. كان المدني ينظر مستغربا. أضافت المرأة التي تبدو في منتصف العشرينات أن الشخص الذي تطلبه يشبهه حقا. لم يقوى المدني على التريث أكثر، فقد اشتم رائحة قضية لا صلة له بها لا من قريب ولا من بعيد. قال للشرطي: أظنكم أخطأتم العنوان يا سيدي، فأنا مهاجر أقيم في فرنسا أنا وزوجتي
ولا أولاد لنا. عادت المرأة لتتكلم بينما انطلق بكاء رضيعها. إذا لم يكن ولده فإنه أخوه. كان المدني ينظر إليها مشدوها. قال الشرطي: عليك أن ترافقني إلى المفوضية. استأذن لتغيير ملابسه وإخبار زوجته بهذا الموضوع الطارئ. فوجئت مليكة بهذا الأمر وتملكها الخوف من أن يزج بزوجها في متاهة تلتهم ما تبقى من أيام العطلة. حاول المدني أن يهدئها ويخفف من روعها ونزل السلم. في المفوضية أدخل هو وتلك المرأة التي تحمل رضيعا مكتبا به ضابط أبلغه بأن هذه المرأة تتابع رجلا قال لها إنه ولدك. أقامت معه علاقة نتج عنها حمل وولدت هذا الرضيع الذي تحمله. كرر المدني ما قاله للشرطي الذي رافق المرأة وأكد أنه مقيم في فرنسا وأنه لا ولد له. كان الضابط ينظر في أوراق وضعها على مكتبه ودون أن يرفع رأسه سأل المدني: فمن يكون حميد إذن؟ لا أعرف أحدا بهذا الاسم. أليس لك شقيق اسمه حميد؟ لا سيدي، ليس لي إلا شقيقة واحدة. شقيقي الوحيد توفي قبل سنوات. التفت الضابط إلى تلك المرأة الشابة: هل لديك ما يثبت صلة ما لهذا الرجل بذاك الذي وعدك بالزواج ثم اختفى؟ نعم سيدي. أحس المدني بموجة ساخنة تكتسحه وتجري منه مجرى الدم، ثم جاء صوت الضابط: ماذا لديك؟ أخرجت من حافظة نقود جلدية مفتاحا أرته للضابط وهي تقول: هذا مفتاح باب المرآب في منزل هذا الرجل الكائن في شارع قدور الورطاسي. سلمت المفتاح إلى الضابط الذي قال: سنرى إن كان ما تقولينه صحيحا. ثم قرع جرسا ووقف شرطي بباب المكتب. بعد نصف ساعة انتقل الجميع إلى شارع قدور الورطاسي وثبت أن المفتاح الذي كان مع المرأة مفتاح باب المرآب في منزل المدني. أنا لا أعرف هذه المرأة ولا أعرف هذا الذي سميتموه حميد، وأستغرب كيف أن مفتاح مرآبي وصل إلى يد هذه المرأة. كذلك قال المدني بمرارة. قالت المرأة: أنا أعرف الطابق الأرضي لهذا المنزل مترا مترا. أحس المدني بأنه صار في صلب قضية لم تعد من قبيل الخطأ في تحديد هوية شخص مطلوب للعدالة. يسائل نفسه كيف حدث هذا. لا يذكر أنه ترك مفاتيح منزله لأي كان، لا يذكر. عاد الجميع إلى المفوضية ودونت المعطيات الجديدة في محضر. تبين للمدني أن المرأة لا تعلم من هوية من أغواها وحملت منه إلا أنه يسمى حميد. أخلي سبيل المدني ولكن التحريات تواصلت. وجاء من سأل الجيران وعلم أنهم رأوا شخصا كان يتردد على منزل المدني وأنه كان يأتي أحيانا وبرفقته أشخاص آخرون. لم يكن من بين هؤلاء الجيران من يعرف شيئا عن ذلك الرجل إلا أنه كان يبدو في مستهل العقد الرابع من عمره. كان لغزا محيرا. ما لم يلتقطه المدني أن تلك المرأة التي علم أن اسمها جميلة وأنها جاءت من نواحي فاس أشارت في أقوالها إلى أن الذي تبحث عنه وتقول إنه أبو رضيعها يعمل صباغا. لما عاد الباحثون يسألون المدني عمن تولى صباغة منزله رد بأنه أوكل ذلك إلى مقاول في الصباغة، وكان مقاولا معروفا في المدينة مشهودا له بالجدية. وكذلك انتقل الباحثون يسألونه عن رجل قد يكون عامل لديه اسمه حميد. أكد لهم أن أحد الصباغين من فريقه كان اسمه حميد وأنه لم يعد يعمل لديه منذ أكثر من عام ونصف. في الملفات التي يحتفظ بها المقاول عثر على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لشخص اسمه حميد خلفاوي. لما عرض الباحثون على جميل صورته كما هي في نسخة بطاقة التعريف الوطنية أكدت أنه الشخص الذي تبحث عنه. أسفرت عملية التنقيط عن أن المدعو حميد خلفاوي المزداد في العام 52900 في ولاد خلوف يقيم حسب آخر عنوان صرح به في مكناس.
تم تعميم مذكرة بحث عن هذا الشخص، وسرعان ما تبين أن العنوان الذي صرح به في مكناس لم يعد عنوانه منذ أشهر. انتهت العطلة الصيفية للمدني بن عامر، وعاد مع زوجته إلى فرنسا دون أن يعلم مآل البحث عن ذلك الشخص الذي كان يستغل مرآب سكنه في وجدة، ووكل محاميا لمتابعة القضية. مرت عدة أشهر بعد ذلك لما وقعت حادثة سير في شارع ابن زيدون على مستوى باب الخميس في مكناس. كانت حادثة اصطدام بين سيارة خفيفة تسوقها سيدة ودراجة نارية. كان راكب الدراجة النارية بالرغم من أنه لا يبدو مصابا يصر على أن ينادى على سيارة الإسعاف وأن تحضر الشرطة، وظل ممددا على الإسفلت يترقب ويدعي أنه لا يستطيع الوقوف. وكان من بين الفضوليين الذين تجمهروا سريعا من يؤيده ويصب غير قليل من الغضب والشتائم على تلك السيدة التي لم تغادر سيارتها. حضرت الشرطة وحمل صاحب الدراجة النارية إلى المستشفى. هناك أدلى باسمه وبطاقة هويته. أكدت السيدة صاحبة السيارة الخفيفة أنها لم تصدم الدراجة النارية، وأن ذلك الشخص إنما تعمد السقوط أمام سيارتها. قالت إن من بين الفضوليين من جاء يتوسط مساوما يريد تسوية مبلغا ماليا لقاء نهوضه وانصرافه. كشف سجل المستعجلات أن الشخص الذي جيء به اسمه حميد خلفاوي، كان في غرفة ينتظر إجراء فحوص إضافية. ثبت في النهاية أنه لم يصب وتم القبض عليه، إذ تبين أنه موضوع مذكرة بحث. لما أعيد إلى وجدة وجه بجميلة، المرأة الشابة التي حملت منه كما تقول. حاول إنكار معرفته بها، ولما قالت إنها تعرف علامات مميزة على جسمه تراجع عن إنكاره، واعترف بأنه استنسخ مفاتيح منزل المدني بن عامر لما كلفه المقاول بإنجاز أعمال الصباغة بها، وأنه لما علم بعودة صاحب المنزل إلى فرنسا صار يتردد عليه ويستغله في إشباع نزواته. كان على المدني أن يغير الأقفال لما انتهت كل الأشغال في منزله، ولكنه لم يفعل. تمت متابعة حميد خلفاوي لخيانته الأمانة، وكان المدني طرفا في الدعوى التي رفعت ضده، بينما تنازلت جميلة بعد أن التزم بأنه سيتزوجها ويقر بأبوته للمولود. كانت جميلة تكفكف دموعها وهي تقدم وثيقة التنازل عن متابعته. قالت إنها لا تملك خيارا آخر، وإن الأفضل لوليدها أن يكون له أب معلوم.